مشاهدي قناة شوف تي في، مساءكم سعيد، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر مع عبد الملك من طنجة، ونحن في هذه الجولة الليلية عبر شوارع مدينة البوغاز بعدما قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 من يناير لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من الساعة 9 ليلا من مساء يومه الثلاثاء 2 فبراير، حيث قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية والتي تم إقرارها يوم 13 يناير الماضي، حيث أوضحت الحكومة في بلاغها أن هذا القرار يأتي على إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا على الصعيد العالمي، وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء والحد من انعكاساته السلبية. إذن كما أشار بلغ الحكومة مشاهدينا الكرام على أن هذا القرار يأتي كذلك تتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية التي دعت إلى ضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19. إذن هكذا تبدو شوارع المدينة مشاهدينا الكرام في اليوم الأول من تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء 2 فبراير على الساعة 9 ليلا، ويظهر على أن ساكنة مدينة طنجة ملتزمة بهذه التدابير الاحترازية، حيث يتم إقفال جميع المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم على الساعة 8 مساء، وبداية حظر التجوال على الساعة 9 ليلا إلى غاية الساعة 6 صباحا. إذن شوارع المدينة شبه مهجورة من المارة بعد التحاق الساكنة بمنازلهم واحترامهم للتدابير الاحترازية التي أقرتها الحكومة لمدة أسبوعين إضافيين. إذن نحن بشارع علال بن عبد الله، هكذا تبدو الأجواء باستثناء بعض الدوريات الأمنية التي تجوب شوارع المدينة وبعض السيارات التي تتنقل إلا للضرورة القصوى، إما للأشخاص الذين يعملون ليلا أو الأطقم الطبية التي تعمل بالمصحات الخاصة أو المستشفيات العمومية، وكذلك العمال العاملين بالمناطق الحرة الصناعية خلال الفترة الليلية. إذن كما تتابعون معنا مشاهدينا الكرام، كذلك تحية لعمال رجال النظافة كما تتابعون معنا من بين الذين يتواجدون في الصفوف الأمامية كذلك في مواجهة كوفيد-19. إذن بهذه المناسبة تحية لرجال النظافة الذين يعملون ليل نهار من أجل نظافة المدينة ومن أجل مدينة البوغاز بدون أزبال. إذن شكرا لكل من يتواصل معنا في هذا المباشر. مريم الرميقي شكرا على التحية. رشيد العرفاني كذلك شكرا على التحية. مليكة
بنكروم شكرا لك أيضا على التحية وتواصلك. فتاح أمغطيس شكرا على التحية. تحية من الدار البيضاء من ملك المداني شكرا لك، دمت وفية لقناة شوف تيفي. كذلك تحية لأحمد مدبر شكرا لك، شكرا على التحية. نحن بخير والحمد لله. إذن مشاهدينا الكرام، كما كتعرفوا فعملية التلقيح الوطنية المجانية التي تتواصل بمختلف ربوع المملكة تعرف ولله الحمد إقبال من طرف المواطنين من أجل أخذ جرعات اللقاح من أجل التصدي لانتشار هذا الفيروس. ولله الحمد بعد تحسن الحالة الوبائية بالمغرب هناك انخفاض ملموس في عدد الإصابات على المستوى الوطني وكذلك على مستوى عدد الوفيات. إذا رغم ذلك مشاهدينا الكرام خصنا نلتزم بالتدابير الوقائية والاحترازية من خلال ارتداء الكمامات الوقائية واحترام مسافة التباعد وغسل اليدين بالماء والصابون، احترام مسافة التباعد كذلك في المؤسسات والمقاهي والمطاعم. شكرا سمير قماط تبارك الله عليك خي عبد الملك، شكرا لك، دمت وفية لقناة شوف تيفي. يوسف العمارتي من تطوان تحية لمشاهدينا في مدينة الحمامة البيضاء. جيم بن علي سلام لاباس. أحمد بن علي من مدريد إسبانيا. طونجي أصيلة مرويكوس شكرا، شكرا لك جيم بن علي. وتحية لمغاربة العالم وبالديار الإسبانية من مدريد، شكرا على تفاعلكم معنا الدائم مشاهدينا الكرام، أشكركم على دائما التواصل. إذا نحن الآن بساحة الكويت وسط مدينة البوغاز والتزام سكينة مدينة طنجة بالتدابير الاحترازية واحترام حظر التجوال الليلي باستثناء بعض الحالات الخاصة التي تجوب شوارع المدينة. شكرا ميمون، شكرا لك على التحية. عز الدين البدوي شكرا لك أيضا. عبد الحلو طنجة الحبيبة شكرا. حمزة حمزة شكرا على التحية يا صديقي. شكرا جيم بن علي كومو استاس بيان موتو غراسياس اميغوس غراسياس. سمير غماط تحية وتقدير لكل المشرفين على هذه القناة الهادفة، شكرا لك صديقي. نحن معكم نتواصل على مدار 24 ساعة على 24 ساعة قناة شوف تيفي، قناة كل المغاربة سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. إذن كما تتابعون معنا مشاهدينا الكرام رجال الأمن كذلك من بين الذين يتواجدون في الصفوف الأمامية منذ بداية انتشار كوفيد 19 بالمملكة. تحية أيضا لرجال الأمن المتواجدين في الصفوف الأمامية كذلك والصائرين على حماية وأمن استقرار بلدنا الحبيب، تحية لهم بهذه المناسبة. شكرا بوشتا زينان شكرا لك، مرحبا محمد بن هادي يقول سلام الله عليكم. تحياتي أخي العزيز من الفنيدق، تحية لمشاهدينا في المضيق الفنيدق. سعادتي طوال يرفع عنا هذا الوباء وتعود الحياة إلى طبيعتها أكيد، آمين يا رب. ولكن هذا الشيء خصو يكون تضافر جميع المغاربة، خصنا كاملين نخرطوا في هذا اللقاح. الله يخليكم مشاهدينا الكرام. إذا نتمنى على ان الجميع ينخرط في عمليه التلقيح ضد كوفيد 19 باش نوصلوا الى نسبه 80% من التلقيح
وان شاء الله باش نرجعوا نعيشوا حياتنا الطبيعيه كيف ما كنا على ابعد تقدير تدريجيا، كما صرح ذلك وزير الصحه في مقابلات صحفيه على اننا نقدروا نرجعوا تدريجيا الحياه الطبيعيه اذا وصلنا 80% الى التلقيح ابتداء من منتصف شهر ماي القادم. نتمنى ذلك، وهذا هو حلم المغاربة وحلم البشرية. نتمنى إن شاء الله أننا ننخرطوا في عملية التلقيح. سعاد من تطوان شكرا لك، محمد أفتاد تحية لك شكرا لك، نعيمة بوحتو بوهود تقول الله معك شكرا يا أختي، الله معنا جميعا شكرا لك. سلام خويا سيمو شكرا. السلام عليكم غيلان ياسين يقول السلام عليكم سي عبد الملك، تحياتي لك ولجميع طاقم قناة شوف تي في. شكرا لك غيلان، دمت صديقا ووفيا لقناة شوف تي في. نفس التحية من نسرين السواني تقول خويا الله يسترك قل لي واش غادي بلعوا الطرقان. لا يا أختي، لحد الساعة حضر التجوال الليلي كيبدا من 9 ديال الليل الى غايه 6 صباحا، زادت فيه الحكومه مده اسبوعين، اما الحركه عاديه بالنهار والتنقل عادي باستثناء حجر الصحي الليلي اللي كيبدا من 9 الليل 6 صباحا. شكرا بوشتا، شكرا حسين كذلك. إذن نحن الآن مشاهدينا الكرام على مستوى حي بلير جوار المدرسة الأمريكية في اتجاه حي السواني، هكذا تبدو أجواء ليلا، شوارع شبه فارغة مع بداية اليوم الأول من التدابير الاحترازية التي تم تمديدها لمدة أسبوعين من طرف الحكومة. كما كتبوا معنا ساكنة طنجة يظهر على أنها ملتزمة بحظر التجوال الليلي. نادية زكري تقول نتفائلوا خير إن شاء الله، أكيد خصنا نكونوا متفائلين. مريم الربيقي تقول إن شاء الله يا رب أكيد. نادية اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء. شكرا نادية الخشاني شكرا لك. إسماعيل سوس شكرا على التحية. محمد صدام خي ديالي توحشتك الحبيب، شكرا لك محمد صدام، تحية لك وتحية لأسرتك العزيزة. بدورنا نتبادل معك التحية ودمت وفيا لقناة شوف تي في. مبارك حمودان سلام الله عليكم، شكرا يا أخي الله يحفظك. سي الحسين كيقول شكرا. ابو تازة شكرا، تحية لمشاهدينا في تازة الجميلة. شكرا لكل من تواصل معنا مشاهدينا الكرام في هذا المباشر الليلي على قناة شوف تي في. نقلنا لكم الاجواء في شوارع مدينة البوغاز في اليوم الاول من بداية تمديد حظر التجوال الليلي لمدة أسبوعين إضافيين في إطار التدابير الاحترازية التي أقرتها الحكومة للتصدي لانتشار فيروس كورونا خاصة السلالة الجديدة. إذا مشاهدينا الكرام مزيدا من الحيطة والحذر، نبقوا على بال ونخرطوا جميعا في عملية التلقيح الوطنية والمجانية. شكرا على تواصلكم معنا، شكرا على تعليقاتكم، وشكرا على محبتكم وتتبعكم لقناة شوف تي في أينما كنتم، سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. إذن أتمنى لكم مشاهدينا الكرام ليلة سعيدة، تصبحون على ألف خير. ألقاكم غدا إن شاء الله في مباشر آخر على نفس القناة، قناة شوف تي في، قناة كل المغاربة. تصبحون على ألف خير، في أمان الله، وإلى اللقاء. وتحية لمشاهدينا في مدينة أكادير الذين التحقوا بنا اللحظة، تحية لكم أينما كنتم، ما سخطش بكم ولكن سرك الخط لباقي الزملاء
المراسلين باش يناقشوا معكم مواضيع اخرى التي تهم الراي العام وتهم المجتمع المغربي. تصبحون على الف خير، الى اللقاء، مع السلامه.